فيما يخص آخر تطورات فصول الملف النووي الإيراني، واشنطن تلقي بالكرة حسب آخر ما تبعناه من تصريحات أمريكية في الملعب الإيراني، قائلة إن الأمر كله يعود الآن لإيران لاتخاذ مواقف صعبة. أي مواقف صعبة تنتظرها أمريكا من إيران؟ تحياتي لك ولمتابعيك الكرام. أعتقد أنه من الواضح جدا إدارة بايدن قامت برفع المزيد من العقوبات عن الجانب الإيراني، وأيضا حتى في المفاوضات الثنائية التي تتم عبر الوساطات وأيضا بشكل سري تم مناقشة رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، لكن كما يبدو أن الحرس الثوري الإيراني يريد رفع العقوبات عنه رغم أنه سيستمر بتدخلاته في المنطقة، في حال كان الهدف أنه يتم رفع الحرس الثوري الإيراني مقابل أن يوقف استفزازاته في المنطقة. ولكن كما يبدو أن الحرس الثوري الإيراني والإدارة الإيرانية كما يبدو لا تريد أن توافق على هذا الشرط، يعني تريد رفع العقوبات مقابل أن تستمر تدخلات إيران في المنطقة. وأعتقد أن تصريحات خامنئي في رأس السنة الجديدة كانت واضحة جدا، وهي رسالة واضحة لإدارة بايدن، وحيث رسم فيها ثلاثة خطوط واضحة، منها تدخلات إيران في المنطقة يجب أن لا يتم مناقشتها، الموضوع الملف النووي الإيراني وأن تمتلك إيران قدرات سماها سلمية للطاقة النووية، وأيضا العداء الأمريكي، وهذا يدل بأنه إيران مستمرة في سياساتها العدائية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلاتها في المنطقة.